الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره السنغالي الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة. الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي تليها مصر لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات. الرئيس السيسي يؤكد أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس السنغالي، حيث تناول الاتصال استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم. وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الرئيس السنغالي على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2022. من جانبه أعرب الرئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول أيضا التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. من جانبه نقل السيد بيرنز إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بذكرى 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وفور وصوله مقر أكاديمية الشرطة قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، كما حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة. تقدم الرئيس السيسي بتحية إعزاز واحترام لأسر شهداء الشرطة، مؤكدا خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة أنه لا يوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن، وهو ما فعلته أسر الشهداء عن طيب خاطر. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بأسمى عبارات التحية والتقدير، كل عام وأنتم بخير.
واسمحوا لي كذلك أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة، فليوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن، وهو ما فعلته هذه الأسر عن طيب خاطر، لا يبغون جزاء ولا شكورا إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شامخ القامة، لا يخضع لمحتل ولا يقر أمام تحد مهما بلغت صعوبته. وأوضح رئيس السيسي أن يوم 25 من يناير لم يكن رمزا فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحياتهم، وإنما عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب. كما أكد رئيس السيسي أن المصريين حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها. فخلال السنوات الأخيرة كان روح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر. وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لوجدنا أن قليلاً من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة. ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام. ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتثبيت أركان الدولة إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيداً لأحلام المصريين وآمالهم. كما شدد الرئيس السيسي على أن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته. إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته، وكما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم. وأنتم الشعب المصري العظيم الواعي المدرك لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها وانعكاسات ذلك على الداخل. وفي هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها، ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتناً ومقدراً وشاكراً. إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيا على هذه الأرض الطاهرة. وأشار رئيس السيسي إلى أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تحميلها للمواطنين، مشددا على التزام الدولة بمساندة المواطنين والوقوف معهم. إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد، بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين. هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر
من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا. وعلى الرغم مما سبق فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاماً لأبناء الشعب، لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخوضون كفاحاً يومياً هائلاً. نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأؤكد أن التزامنا بمسانداتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة ولم يتغير. وشدد رئيس السيسي على أن المشروعات التنمية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب. ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق، أولاً إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير، فنحن في الحقيقة في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني. أخرج تاني صحيح، يعني بتلوموني وبتلوم الحكومة، طب حد يقول إيه؟ طب نقول ملامة تانية لموضوع النمو السكاني دوت. أنتوا بتتكلموا في 2 مليون على الأقل، يعني في 10 سنين 20 مليون. طب إحنا مواردنا زادت أولاً عشان تكفي قبل ال 20 مليون دول ما يجوا. طب لما يجوا بقى ال 20 مليون مش لهم طلبات في كل شيء؟ طلبات في أغذية، وطلبات في مدارس، وطلبات في مستشفيات، وطلبات في إسكان، وطلبات في وظائف. يعني وثانياً أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف إلى للتفاخر أو التباهي زي ما ذكرت لحضراتكم، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب. إنه من المستحيل قولاً واحداً أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار. وثالثاً، إن الأزمة الفجوة الدولية، أنا أقصد ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة، وإنما لها نمط متكرر يمكن رصده من جانب المتخصصين، وجوهرها هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية. ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر، ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة. وأكد رئيس السيسي أن تحقيق الآمال يتطلب جهدا وصبرا وقوة تحمل، معربا عن ثقته في تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية العالمية. شعب مصر العظيم، إن تحقيق الآمال يتطلب جهداً وصبراً وقوة تحمل، أو بكلمات أخرى يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها أحداث 25 من يناير عام 52، وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب. كان المصريون فيها دائماً على مستوى التحدي وقادرين على هزيمته بل وقهري. وثقتي في الله وفي الشعب، شعب مصر، مطلقة بأننا سنعبر ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا بالعمل المخلص والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأننا قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار. أشكركم وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام، وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح في خدمة الشعب والوطن.
كما أوضح رئيس السيسي أن هناك دائما محاولات لتضليل المواطنين، معبرا عن ثقته في وعي الشعب المصري. أتكلم على ما يتردد من أن الأزمة اللي احنا موجودين فيها هي أزمة بسبب المشروعات القومية، وحسأل بالإضافة للأسئلة اللي أنا طرحتها العامة أو الرئيسية ديت، يا ترى هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها أربعة وفي أحسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهاردة بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل ل8 مليار دولار؟ هل كان ممكن إن احنا نتجاوز وما نطورش القناة دي عشان تجابه التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده وما نستفدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي؟ واللي احنا متصورين عندما عملت الدراسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 و12 مليار دولار سنوي، هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة فيه ساعتها يعتبر رقم كبير؟ طيب كمان نقطة أخرى في المشاريع القومية، هل كان يمكن الأزمة أو أزمة الكهرباء والطاقة اللي كانت موجودة وكلنا كنا شايفينها بس مش عايزين ننساها؟ عايز أقول لكم النهاردة إذا كنا بنتكلم على الأقل 1.5 تريليون جنيه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز، هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر؟ وعايز أقول إن في خلال 7 سنين اللي فاتوا دول يعني إحنا زدنا 14 مليون وفي 10 سنين من 2011 للنهاردة زدنا يجي 20 مليون، هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابه الطلب وأيضاً التنمية اللي احنا بنستهدفها، كان ممكن يحصل ده؟ أنا بتكلم في أسئلة واضحة جداً لينا كلنا، أسئلة محتاجين إن احنا نتوقف منها لأن في محاولات دايماً لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص. أنا عندي ثقة في الناس وعندي ثقة في الشعب المصري إن هو فاهم ده وشايفه، بس أنا بأكد عليه. أكد رئيس السيسي أن الدولة قادرة على الحفاظ على كل قطعة من أراضيها وأنها نجحت بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب، كما كشف رئيس السيسي عن إقامة احتفالية في العريش ورفح والشيخ زويد قريبا للإعلان عن التخلص من خطر الإرهاب بسيناء. بقالي 3 4 مرات أتكلم على أن احنا موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا أن احنا نخلصه، وفي احتفالية احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين ولا 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زي ما هي ورفع زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، ما حدش يقدر. طب الثمن كان كبير طبعا، مش فلوس مش اموال، لا ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى لهم ان هم ان احنا يعني ربنا يجمعنا بيهم بسلام وامان في يوم عظيم في يوم القيامه. بقول ده اتدفع ثمن من شعب مصر كله، وبالمناسبة دول أبناء كل اللي موجودين قدامي واللي موجودين كمان في بيوتهم مش شايفينهم دلوقتي، وعشان كده دايما بأكد ولما أتكلم على الشهداء والمصابين في مناسبات يقول لك هو ده يعني ده مناسب في كل وقت، ولا يمكن إن احنا ننساهم ومش وعيب علينا جدا إن احنا ننساهم.
كما أكد رئيس السيسي أنه لا أحد يستطيع القضاء على الدولة وشعبها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2013 كان حريصا على عدم الدخول في صراع مع أي طرف وتجنب المواجهة. استكمالا للنقطة ديت، هل بقى بعد واحنا بنقابل شوية تحديات زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلنا نبقى خايفين ولا واثقين في الله أولا ثم في أنفسنا؟ الثقة في مين؟ في الله أولا ثم في أنفسنا. هل احنا عملنا حاجة كشعب أذينا أو اعتدينا أو يعني احنا صبرنا صبر كبير جدا جدا عشان ما نخشش في صراع مع حد؟ وربنا اللي يعلم. وحاولنا بقدر الإمكان خلال فترة 2012 و13 إن احنا ما نصلش أبدا لمواجهة، بس ما نجحناش. مش أنا اللي ما نجحتش، هم اللي ما نجحوش، هم اللي ما نجحوش. وتصوروا إن هم ممكن قوي باللي بيعملوه يهدوا مصر. وكنت دايما أقول ما فيش حد يغلب دولة، ما فيش حد يقدر يضيع شعب، ما فيش حد يقدر، ما فيش حد يقدر. فمهم قوي ان احنا مش بس نسمع ده ونقوله دلوقتي وحتى نصفق ليه، لا، نصمد ونقف زي ما وقفنا لهم، نقف لظروفنا. وظروفنا مش بتاعتنا احنا اللي عملناها، دي ظروف القدر سبحانه قدر الله سبحانه وتعالى شاء ان الدنيا تبقى كده الثلاث سنين اللي فاتوا، ويمكن تستمر معانا شويه كمان. طب هنعمل ايه؟ احنا كدولة بنحاول بكل ما اوتينا من قدرات، والقدرات دي مش بتاعتي ومش بتاعت الحكومة، دي قدرات الدولة، ملك الدولة، ان احنا نحاول ما امكن ان الامور دي ما تبقاش ضاغطة على الناس. وان شاء الله ان شاء الله ناجحين وهننجح اكتر. وفي مداخلة له خلال الاحتفالية أكد رئيس السيسي أن مصر قدمت أبطالا ورجالا على مر تاريخها، موجها بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة لتعريف الجيل الحالي بما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن، مشيرا إلى أن محاولات القضاء على الشرطة والجيش كانت تهدف إلى هدم الدولة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أحمد أنا بشكركم وكلاني والمجموعة كلها، وعايز اقول لكم ان احنا محتاجين اللي انتوا عملتوه ده. لو طلع حتى مسلسلات، كل مسلسل 5 حلقات لكل شخصيه من الشخصيات اللي انتوا ذكرتوها دي، هتعرفوا الناس قد ايه ان البلد دي كان طول عمرها يعني بيقولوا ولاده للابطال وللرجال اللي الظروف قدمتهم، بس الناس ما تعرفهمش، وكانت عرفتهم ساعتها ما تعرفهمش دلوقتي. فأتصور إن إحنا محتاجين نطلع الشخصيات ديت بالشكل اللي يليق بيها، مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مدة طويلة، لكن يعني فقرة حتى كده 5 حلقات لكل شخصية والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصورة اللي إحنا محتاجين، مش نحسنها، نحافظ على حسنها. الصورة اللي إحنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده لأنه هو مصري، واللي احنا كان محاولة كبيرة جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت، واللي كان آخرها من 10 سنين ولا أكتر، كان الهدم كان هدفه حاجة واحدة، إن الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد. هو كده اللي عايز يعرف، نكسر الشرطة ليه؟ عشان ناخد البلد. نكسر الجيش ليه؟ عشان ناخد البلد أو نضيعها. شكرا جزيلا، متشكرين، شكرا جزيلا.
صدق رئيس السيسي على ترقية المقدم طارق عبد الوهاب أحد مصابي العمليات الإرهابية إلى عقيد، وأكد رئيس السيسي أن هذه الترقية تعد شكلا من أشكال العرفان والتقدير، مؤكدا أن أبناء الشرطة قدموا أرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن. هو شكل من أشكال العرفان مننا، والتقدير والاحترام مننا للي انت عملته، ولكل من عمل زي ده منك، من الشرطة أو من الجيش. وعايز أقول لك يا طارق، وبقول للكل اللي مش موجودين معانا هنا ولظروفهم، أو يعني العمليات اللي كانت في مواجهة الإرهاب خلال تقريباً العشر سنين اللي فاتوا، أفراز كتير بين شهيد وبين مصاب. وأنا يهمني هنا أقول للناس في مصر، في مصر أرجو أن الكلمة اللي هقولها ما تقلمكش يا طارق، سامحني. يعني مين يعوض على طارق ده؟ يا ناس اللي بتسمعونا وبتتفرجوا علينا دلوقتي، في رجال زي طارق كتير، منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر، كل مصر، انها تبقى في امان وسلام. ايه المقابل؟ المقابل ايه؟ المقابل ان الدوله دي تتقدم وتستقر. هو ده اللي كان طارق عايز يعمله لما راح، هو والشهداء اللي نسال الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا بيهم ان شاء الله في الجنه، عشان يحموا البلد دي ويحموها من اشرار. مش عايزين ننسى الثمن، مش الثمن، لا، مش عايزين ننسى الحالة اللي احنا عدنا فيها سنين. كما كرم رئيس السيسي عددا من أسر أبطال ملحمة 25 من يناير من عام 1952، التي رفض خلالها أبطال الشرطة بالإسماعيلية تسليم مقراتهم إلى قوات الاحتلال البريطانية، مما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة. وتضمنت قائمة المكرمين الشهيد عبد الكريم درويش وصلاح ذو الفقار ومحمد عديل قائد بلوكات النظام بالسويس وأبو زيد أحمد رزق. أيضا كرم رئيس عبد الفتاح السيسي أسماء شهداء وزارة الداخلية خلال الاحتفال بعيد الشرطة 71، وصدق رئيس السيسي على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق تقديرا لتضحياتهم. من جانبه، أكد وزير الداخلية لواء محمود توفيق أن الشرطة المصرية سطرت دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير والنضال، مشيرا إلى أن رجال الشرطة ضربوا أروع أمثلة الشجاعة والتضحية ويواصلون حماية أمن الوطن عبر العصور. كما أوضح وزير الداخلية أن الشرطة قامت بالتنسيق بشكل دائم مع القوات المسلحة من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها. تتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها، لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتكثيف منابع تمويلها، وتعي أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإسارية إقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة ملفات العمل. وأكد مدبولي أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت لتسويق منتجات العارضين في معرض تراثنا، ويشارك جهاز تنمية المشروعات في إتاحة التمويل لمشروعات في المبادرات الرئاسية حياة كريمة بقيمة 2,100,000 جنيه، كما وفر 400 مليون جنيه تمويلا لتحويل أكثر من 51,000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وفلسطين بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد. وعقب التوقيع أشار مدبولي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين ورغبة في تطوير تلك العلاقات وإيمانا بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة التطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات البريد وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم قطاع الاتصالات والابتكار وريادة الأعمال والتدريب والبحوث والدراسات وشكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة. أيضا شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها الصومالية بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد. وثمن رئيس الوزراء هذا التعاون مؤكدا أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الإفريقي أيضا. أعرب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بدعوة وزير المالية الدكتور محمد معيط لإجراء حوار مجتمعي حول موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2023-2024 وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية. أوضح المنسق العام للحوار الوطني أن جدول أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يشمل 8 لجان فرعية، منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها، وتتوزع القضايا الأخرى التي شملتها دعوة وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي. ورحب ضياء رشوان بشمول الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير المالية ضمن فعاليات الحوار الوطني، داعيا وزير المالية وقيادات الوزارة لإدارة النقاش المدعو إليه ضمن فعاليات الحوار الوطني بكل ما سيؤدي إليه هذا من إثراء للحوار حول موضوع الموازنة العامة والقضايا الأخرى المرتبطة بها، وتعبيره عن كل الرؤى والخبرات المتنوعة التي تمثلها أطراف الحوار الوطني. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 634 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 313 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 98 طنا، وفي مجال عدم توريد الأرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 207 أطنان. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 497 قضية، من بينها 198 قضية خبز ناقص الوزن و115 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط أكثر من 123 طن في مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف.
وإلى الشأن العالمي، حيث حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن العالم أصبح يقترب من تهديد لاندلاع حرب عالمية ثالثة، وأكد ميدفيديف أن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قصريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية. أكد مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل أن أوروبا اتفقت على حزمة سابعة من الدعم لأوكرانيا، وخلال مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شدد بوريل على الاستمرار في دعم مقترح أوكرانيا للسلام العادل بناء على وحدة أراضيها والحدود المعترف بها دوليا، كما أعلن أن هناك جدلا بشأن فعالية العقوبات المفروضة على روسيا. بدأ الجيش الألماني عملية نشر أول بطاريتين من ثلاث بطاريات باتريوت للدفاع الجوي في بولندا، وفقا لتقارير ألمانية أكد مسؤولون في الجيش أن هدفهم هو المساعدة في حماية المجال الجوي البولندي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو. أعلن وزير الدفاع الألماني عن حزمة مساعدات عسكرية ستمنحها بلاده إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو بحلول الربيع المقبل، وخلال قمة رامشتاين لوزراء دفاع 50 دولة أشار وزير الدفاع الألماني لأن برلين لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن منح كييف دبابات ليوبارد التي سبق وأن طلبتها. أحداث متصاعدة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالأخص في ملف تسليم الأسلحة القتالية الغربية إلى كييف. المزيد نتابعه في العرض التالي والزميل كريم حاد. أهلا بكم. تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا في أعقاب تعهدات من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بتقديم العديد من الأسلحة والدعم العسكري الهائل لكييف. تغير مهم بدأ يلوح في المشهد بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن حكومتها لن تقف في طريق بولندا إن أرادت إرسال دباباتها من طراز ليبرد 2 إلى أوكرانيا، بما يشكل انفراجة لكييف التي تريد تلك الدبابات منذ فترة. ويناشد مسؤولون أوكرانيون منذ أشهر الحلفاء الغربيين بتزويدهم بالدبابات الحديثة ألمانية الصنع، ولكن برلين حتى الآن امتنعت عن إرسالها أو السماح للدول الأخرى بحلف شمال الأطلسي بإرسالها، مشددة على أن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تجري بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الغربيين. من جانبه كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته بدعم بلاده بالمزيد من الأسلحة من طائرات وصواريخ بعيدة المدى، وبالتحديد دبابات القتال المدرعة التي تقول أوكرانيا إنها ستمنح القوات البرية الأوكرانية مزيدا من الحركة والحماية، كما ستساعد كييف على استعادة بعض الأراضي. بدوره لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال إرسال دبابات لوكلير إلى أوكرانيا، مضيفا أن إرسال الدبابات يجب ألا يصعد الموقف وأن يراعي الوقت اللازم لتدريب العسكريين الأوكرانيين، كما يجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر. يأتي هذا بينما دعا مشرعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن إلى تصدير دبابات إبرامز M1 القتالية إلى أوكرانيا، معتبرين أن إرسال ولو عدد رمزي منها إلى كييف سيكون كافيا لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه. في المقابل اعتبرت موسكو أن تزويد الدول الغربية أوكرانيا بدبابات إضافية لن يغير مسار الأزمة، ملوحة بتدمير أي أسلحة أمريكية سيتم تقديمها لأوكرانيا. في السياق ذاته قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية، محذرا من أن هذا التوجه سيقود إلى إجراءات انتقامية بأسلحة أقوى. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأحدث التطورات العسكرية التي تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية. شكرا لطيب المتابعة. ختام السابعة مشاهدينا، وإلى العناوين.
الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره السنغالي الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة. الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات. الرئيس السيسي يؤكد أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.